إن التميز أمر مطلوب، ونحن نريد أن نتميز، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا يتميز بها الناس حين الغفلة، يجب علينا أن نحرص على هذه الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. لماذا؟ قال: لأن الناس يغفلون عن هاتين الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الفجر. عبادة في الهرج كهجرة إلي، لأن الناس وقت الهرج، وقت المصائب، القتل والفتن، منشغلون بهذه الفتن، لكن الإنسان يأتي في مثل هذا الوقت ويحرص على العبادة واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، هذا تميز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام. تميز، الناس نيام وأنت تصلي، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. صور أنت في هذا المسجد المبارك عندما تأتي إلى صلاة الفجر وترى كثيرا من البيوتات لا يفتح بابها لصلاة الفجر، هذا تميز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: درهم سبق 100,000 درهم. يقول: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما وأبقى الآخر نصف ماله، ورجل عنده مال كثير فأخرج منه 100 درهم، 100,000 درهم ما أنفقها. لا يستويان، إن الله لا ينظر إلى الكم ولكنه ينظر إلى الكيف. تميز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لأنهم متميزون في وقت شح فيه الملتزمون المتمسكون بدين الله تبارك وتعالى، فبرز الغرباء. نقول: تميزنا لابد أن يكون خفيا عن الناس، يكفينا أن يعلم الله. 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كلهم متميزون، فميزهم الله. لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. تميزك مع الله تبارك وتعالى في عبادتك، في صلاتك.